هي لأي حاجة أكيد طبعا مفيدة، والماتشات اللي احنا بنلعبها الفترة دي أكيد كلها مفيدة بالنسبة لنا، وأتمنى إن شاء الله إن احنا نطلع بأكبر استفادة منها وتكون أحسن استعداد للمباراة اللي جاية إن شاء الله. شايف الكرة في مصر ماشية ازاي؟ شايف ان لابد من عودة كأس مصر، ولا انت مع الرأي اللي بيطالب ان مفيش بطولات في الفترة الحالية؟ لا والله يعني انا شايف ان الفتره اللي جايه على ما اعتقد الكره هتبقى صعبه جدا في مصر، لان الظروف والامور مش مستقره، واول ما الامور تستقر ان شاء الله ترجع ان شاء الله الكوره، وترجع بانتظام وبترتيب وتكون كل حاجه منظمه ان شاء الله. مستر بوب برادلي اكيد كان ليه قاعده معاك قبل المعسكر، ايه اللي قال لك ايه؟ اكيد طبعا كانت مفيده بالنسبه لي، انا كان بقالي فتره بلعبش وكنت محتاج ان انا اكون موجود في الملعب وبشارك في مباريات، ويمكن الحمد لله خرجت باستفادة كبيرة منها، والتكملة إن شاء الله تكون مع النادي إن شاء الله.